السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. نستكمل مع بعض أنواع التحليل. كنا ابتدينا مع بعض وشفنا إزاي نحلل مقدار ثلاثي، وبعديها شفنا إزاي نحلل مقدار ثلاثي على صورة مربع كامل، وآخر حاجة خدناها إزاي نحلل الفرق بين مربعين. قال لي عايزين نشوف النهاردة مع بعض لو أنا عندي مجموع مكعبين والفرق بينهم. يعني عندي حاجة أس ثلاثة زائد أو ناقص حاجة أس ثلاثة، الاثنين مكعبين، هنفكهم ازاي؟ قال لي في الحاله دي احنا هنفك قوس صغير وقوس كبير. بخرج الاول من تحت الجذر التكعيبي هيخرج بسين، واخرج الثاني من تحت الجذر التكعيبي فهيخرج بصاد. يبقى ده كده القوس الصغير اللي عندي. نيجي نشوف في القوس الكبير. اربع القوس الاول، اربع الاول يديني سين تربيع، واربع الثاني واكتبه في الاخر هيديني صاد تربيع، وحاصل ضرب الاثنين دول في بعض هيديني سين في صاد. نبدأ نظبط إشارتنا. القوس الصغير بياخد على طول إشارة المسألة بتاعتي، واللي هنا في القوس الكبير الأولى بتخالف والتانية على طول موجب. نشوف مع بعض مثال للكلام ده كده. بيقول لي 8 س أس 3 زائد 27. 8 س أس 3 دي بتخرج من تحت الجذر التكعيبي ب 2 س، يبقى هنا كده 2 س، وال 27 بتخرج ب 3 يبقى 2 س زائد 3. احنا اتفقنا القوس الصغير بياخد نفس اشاره المساله. في القوس الكبير بقى بنجيبه ازاي؟ اربع ده هيديني 4 س تربيع، واربع ده هيديني 9 واكتبه في الاخر، حاصل ضرب الاثنين دول في بعض هيدوني 6 س. الاخيره على طول موجب واللي في النص بتخالف. انا اشارتي موجب في المساله يبقى هحطها في القوس هنا سالب، وده كده مجموع مكعبين. نشوف بقى الفرق بين المكعبين. س أس 3 ناقص ص أس 3 نفس الكلام، نفس ما قلنا هخرج الاثنين من تحت الجذر التكعيبي فهيديني س ناقص ص. أربع ده س تربيع أضربهم في بعض س ص، وأربع الأخير هيديني ص تربيع. القوس الصغير بياخد إشارة المسألة، اللي هنا بخالف لو المسألة عندي بالناقص هنا هتبقى موجب، واللي على طول الأخيرة زي ما اتفقنا الأخيرة على طول بالموجب. نشوف مع بعض. 125 ألف تكعيب ناقص ب أس 6. ال 125 بتخرج من تحت الجذر التكعيبي بخمسة، يبقى هيديني 5 ألف ناقص ب أس 2. ال ب أس 6 بتخرج من تحت الجذر التكعيبي، بقسم الأس اللي عندي على التلاتة يبقى تديني ب أس 2. في القوس الكبير أربع ده هيديني 25 ألف تربيع زائد 5 ألف ب تربيع زائد ب أس 4. تمام كده؟ يبقى شفنا مع بعض يا اولاد ازاي بنحلل مجموع مكعبين او الفرق ما بينهم. نشوف مثال تاني. س اس 3 زائد 343 ص اس 3، دي هتخرج من تحت الجذر بس زائد 7 ص. بعدين هقول س تربيع ناقص 7 س ص زائد 49 ص تربيع. نفس الكلام هنقول 40 ا اس 3 زائد 135 ب اس 3. هلاقي ان الالف اس 3 بتخرج من تحت الجذر التكعيبي بالف، والب اس 3 نفس الكلام بتخرج بب، بس انا عندي ال 40 دي ما بتخرجش من تحت الجذر التكعيبي، وال 135 نفس الكلام ما بتخرجش من تحت الجذر التكعيبي. فاحنا كنا متفقين من الاول خالص ان انا لو عندي عامل مشترك نخرجه. الاقي هنا الاثنين فيهم عامل مشترك، 5 في 8 ب 140 و5 في 27 ب 135. يبقى ناخد الخمسه عامل مشترك هيديني 5 في 5 في 8 ا اس 3 زائد 27 ب اس 3. مجموع مكعبين نفك زي ما اتعودنا، الخمسه تنزل زي ما هي، 2 ا زائد 3 ب، في 4 ا تربيع زائد ناقص 6 ا ب زائد 9 ب تربيع. ونكمل مسالتنا عادي بدون اي مشكله. تمام كده؟ نفس المسائل بنفس الفكرة. نشوف في الأول لو أنا عندي عامل مشترك بنخرجه، وبعد كده نبدأ نشوف المقدار اللي عندي سواء هيكون مجموع مكعبين أو هيكون الفرق ما بينهم. وزي ما شفنا بنفكهم زي ما اتفقنا مع بعض، قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير أخرج الأول من تحت الجذر التكعيبي، وأخرج الثاني من تحت الجذر التكعيبي، وأحط نفس إشارة المسألة بتاعتي. القوس الكبير أربع القوس الصغير، أربع الحد الأول وأكتبه، وأخالف في الإشارة وأضرب الحدين بتوع القوس الصغير في بعض زائد أربع الحد الأخير. وبكده نكون انتهينا من تحليل مجموع مكعبين والفرق ما بينهم. عندي موضوع تاني، التحليل بالتقسيم. ده نوع جديد برضو من أنواع التحليل نشوفه مع بعض النهاردة يا ولاد. بيقول لي التحليل بالتقسيم، من اسمه هو بيديني مقدار بيتكون مثلا من أربع حدود وعايزني أقسمهم، يعني هاخد حدين مع بعض وحدين مع بعض. تمام كده؟
قال لي طيب انا عندي 2 س زائد الف ص زائد 2 ب س زائد ب ص، ده كده مش اي نوع من انواع التحليل اللي احنا خدناهم قبل كده، مش هو مش مقدار ثلاثي، مش هقدر احلله على صوره مربع كامل، هو مش مجموع مربعين، مش فرق بين مربعين ولا مجموع مكعبين او الفرق ما بينهم. اول ما نلاقيهم 4 حدود يبقى احنا على طول يجي في دماغنا على طول ان احنا هنحل بالتقسيم. هنقسم ازاي؟ قال لي هقسم حدين وحدين، هاخد اي حدين براحتي. قال لي لا، انا باخد الحدين مع بعض اللي اقدر اطلع منهم عامل مشترك. يعني ايه؟ انا عندي 2 الف س زائد الف ص زائد 2 ب س زائد ب ص، انا لو خدت اول 2 دول كده مع بعض هقدر اخرج منهم الالف عامل مشترك، ونفس الكلام انا لو خدت الاثنين دول مع بعض هقدر اخرج منهم الب عامل مشترك. ممكن واحد تاني يقول لي طب ما انا عايز اخد الاول مع الثالث هخرج منهم 2 س عامل مشترك، ما عنديش اي مشكله، والتاني مع الرابع هخرج منهم الصاد عامل مشترك، ما فيش مشكله، المهم ان انا الاقي ان بين الاثنين بتوعي عامل مشترك ايا كان انا هاخد مين مع مين. نبدأ نشوف مع بعض. أنا لو خدنا زي ما احنا قلنا التقسيمة الأولى كده، 2 أ س زائد أ ص دول هاخدهم مع بعض في قوس، و2 ب س زائد ب ص دول هاخدهم مع بعض في قوس. من كل حدين احنا خدناهم هنشوف مين العامل المشترك اللي عندي، فهلاقي هنا إن أنا عندي الألف، فلما آخد الألف عامل مشترك هيتبقى لي 2 س زائد ص، زائد هنا لما آخد الب عامل مشترك هيتبقى عندي 2 س زائد ص. هلاقي ان القوس اللي انا خدته هنا عامل مشترك 2 س زائد ص، طلع هو نفس القوس اللي انا هاخده من الناحيه الثانيه برضو 2 س زائد ص، يبقى اخد ثاني عامل مشترك 2 س زائد ص هيبقى لي ا زائد ب، يبقى هو دي كده ابسط صوره عندي، يبقى انا حللت المقدار بتاعي بالتقسيم. تمام كده؟ ممكن يكون زي ما انا عندي هنا س اس 3 زائد 2 س تربيع ناقص س ناقص 2. ناخد مين مع مين يا ولاد؟ قال لي انا ممكن اخد الاول مع الثالث والثاني مع الرابع. طب ليه ما ناخدش الاول مع الثاني ويبقى عندي س تربيع عامل مشترك؟ لان احنا لو جينا بصينا س ناقص 2 ما عنديش فيهم عامل مشترك، فانا باخد زي ما قلنا اللي اقدر اطلع منه عامل مشترك. فهناخد مع بعض س اس 3 زائد 2 س زائد سالب س ناقص 2. تمام كده؟ احنا لو خدنا من هنا دي كده س تربيع عامل مشترك هيبقى عندي س زائد 2 ناقص س زائد 2. س زائد 2 هي نفسها، فهيبقى عندي س تربيع ناقص 1 في س زائد 2. س تربيع ناقص 1 ده فرق بين مربعين، تمام؟ يبقى هيتفك عندي س زائد 1 في س ناقص 1، ودي كده كانت ابسط شكل عندي. ممكن نقدر نحللها زي ما قلنا الاول مع الثالث والثاني مع الرابع، ممكن نجربها هيطلع عندي نفس الناتج برضو في الاخر. تمام؟ ممكن يكون بقى عندي مقدار تاني اللي هو 16 س تربيع ناقص أ تربيع زائد 6 أ ب ناقص 9 ب تربيع. احنا لو جينا بصينا على الحدود اللي عندي مش هلاقي ان انا عندي عامل مشترك، مفيش حاجة بينهم عامل مشترك. طيب هنقسم ازاي؟ يعني انا لو خدت التاني مع التالت هلاقي الأول والرابع مفيش بينهم عامل مشترك. طيب مفيش تقسيمة مناسبة، يبقى احنا دلوقتي هنلاقي طالما انا لما جيت اقسم 2 و2 مفيش حاجة مشتركة طلعت لي ما بينهم، يبقى احنا هنقسم 3 و1. هنقسمهم ازاي؟ نشوف مع بعض. انا هقول هاخد التاني والتالت والرابع مع بعض، يبقى عندي 16 س تربيع ناقص أ تربيع ناقص 6 أ ب زائد 9 ب تربيع. 16 س تربيع تنزل زي ما هي ناقص الكلام ده كده، تعالوا نشوف مع بعض مش مقدار ثلاثي اهو، نقدر نفكه على صورة مربع كامل أ ناقص 3 ب الكل أس 2. طب 16 س تربيع دي مش دي اللي هي 4 س الكل أس 2، فبقى المقدار بتاعي هنا فرق بين مربعين، 4 س زائد أ ناقص 3 ب في 4 س ناقص أ ناقص 3 ب، وبكده يكون احنا فكيناها فرق بين مربعين. يبقى احنا نخلي بالنا يا ولاد لما بنيجي نفكهم، لما باجي اقسم المقدار بتاعي لتلاتة وواحد، احنا قلنا خلاص لو 2 و2 دي ما فيهاش مشكلة، انا هاخد حدين مع بعض وحدين مع بعض بحيث ان انا اطلع منهم عامل مشترك يطلع لي عامل مشترك تاني، تبقى نفس الاقواس ناخدهم عامل مشترك مرة تانية. لكن لما هنيجي نقسم تلاتة وواحد احنا بنقسم ازاي؟ قال لي تلاتة وواحد دي انا في الاخر، انا بعد ما بقسم واحد لوحده وتلاتة لوحدهم، انا يطلع لي التلاتة اللي انا خدتهم مع بعض يعملوا لي مربع كامل. بعد كده هيبقوا عندي الاثنين اللي هو الاول اللي انا سايباه لوحده مع الثلاثه اللي احنا عملناهم مربع كامل يطلع لي فرق بين مربعين. يبقى التحليل بالتقسيم، نقول تاني التحليل بالتقسيم لما باجي احللهم
ثلاث حدود مع بعض وحد لوحده، انا في الاول بحلل مربع كامل وبعدين بنحلل فرق بين مربعين. نفس الكلام نقدر نقوله في المثال اللي قدامي هنا، س في ع ناقص ص زائد ل في ص ناقص ع. طب انا هلاقي هنا ان انا عندي مين العامل المشترك اللي عندي؟ انا عندي هنا ع ناقص ص وهنا ص ناقص ع. طب لو عكسنا دي هلاقيها فارقه معايا في الاشاره، فانا هقول س في ع ناقص ص نزلتها زي ما هي ناقص ل في ع ناقص ص، عشان يبقى عندي نفس القوس هنا عامل مشترك واخدهم مع بعض ويبقى عندي ع ناقص ص في س ناقص ل. وبكله بنفس الطريقة نبدأ نكمل أنواع التحليل عندنا. يبقى كده شفنا مع بعض إزاي نحلل مجموع مكعبين أو الفرق ما بينهم، وكمان إزاي نحلل بالتقسيم. نشوف آخر نوع عندنا من أنواع التحليل، إزاي نحلل بإكمال المربع. إكمال المربع ده إحنا بنعمل إيه؟ أنا عندي مقدار بيتكون من ثلاث حدود أو ممكن يكونوا من حدين، بس مش هينفع ان انا احلله بصورة مربع كامل، ومش هينفع برضو يتحلل على صورة مقدار ثلاثي ان انا بدور على عددين حاصل ضربهم بالاخير ومجموعهم يديني الحد الاوسط. فهيبقى عندي نوع جديد من انواع التحليل نتعرف عليه مع بعض النهاردة، اللي هو التحليل باكمال المربع. الفكرة كلها في اكمال المربع ان انا بكمله علشان اعمل مربع كامل، يبقى انا محتاجة ان انا اضيف الحد الاوسط. طب هضيفه بس؟ لا، انا هضيف وهنقص الحد الاوسط، عشان لما ازود الحاجه وانقصها يبقى انا كده كاني ما غيرتش في مسالتي. نشوف مع بعض. 9 ألف أس 4 ناقص 13 ألف تربيع ب تربيع زائد 4 ب أس 4. هو الكلام ده عشان يبقى مقدار يبقى مربع كامل، المفروض الحد الاوسط بتاعي يبقى عامل ازاي؟ احنا كنا بنقول الحد الاوسط موجب او سالب 2 جذر الحد الاول في جذر الحد الاخير، اللي هو المفروض هيديني 3 ألف تربيع في 2 ب تربيع اللي هي 6 في 2 المفروض يكون 12 ألف تربيع ب تربيع. يبقى أنا هزود وأنقص 12 ألف تربيع ب تربيع للمقدار اللي عندي ده هنا كده، فهيديني 3 ألف تربيع الكل أس 2 اللي هي كانت 9 ألف أس 4 ناقص 12 ألف تربيع ب تربيع زائد 2 ب تربيع ناقص، أنا زودت ال 12 وكان عندي ناقص 13 فبقيت عندي سالب ألف تربيع ب تربيع. تمام كده؟ اللي قدامي ده كده بيعمل لي مربع كامل، 3 ألف تربيع ناقص 2 ب الكل أس 2 ناقص ألف ب الكل تربيع. بقى عندي فرق بين مربعين، نفكهم إزاي؟ 3 ألف تربيع ناقص 2 ب تربيع ناقص ألف ب في 3 ألف تربيع ناقص 2 ب تربيع زائد ألف ب. يتفكوا فرق بين مربعين مفيش مشكلة، هلاقي معايا هنا ان ده يقدر يتفك برضو 3 ألف زائد 2 ب في ألف ناقص 2 ب 3 ألف ناقص 2 ب في ألف زائد 2 ب. تمام كده؟ اتفكوا برضو المقدار ده كده تاني. نشوف مثال كمان بيقول لي اوجد قيمة كاف إذا كان 64 ألف تربيع ناقص 32 ألف زائد كاف مربع كامل. هو بيقول لي المقدار ده مربع كامل. يعني ايه؟ يعني مربع كامل يعني المفروض المقدار ده يتفك ل 8 ألف ناقص جذر الكاف الكل أس 2. تمام؟ طيب لما هنقول هنا 64 ألف تربيع ناقص، احنا هنا بنقول الحد الأوسط المفروض شكله بيكون عامل ازاي؟ المفروض هقول ناقص 16، احنا كنا بنقول ده بضربه في نفسه، 64 ألف تربيع ناقص 2 الأول في الثاني اللي هي 16 ألف جذر كاف زائد كاف. من المعادلتين بتوعي دول هلاقي إن أنا عندي لو سويتهم ببعض هلاقي إن أنا عندي 16 ألف جذر كاف بيساوي 32 ألف. أقسم الطرفين على 16 ألف يبقى جذر الكاف هيساوي 2. أنا عايزة جذر كاف ولا أنا عايزة أعرف قيمة الكاف بس؟ احنا عايزين نجيب قيمة الكاف، يبقى أربع الطرفين يبقى الكاف عندي بأربعة، يبقى احنا كده جبنا صورة الكاف. وبكده شفنا ازاي نحلل مع بعض مقدار على صورة بإكمال المربع، وقلنا ان احنا إكمال المربع ان انا بضيف وبنقص الحد الأوسط، بضيف وبنقص الحد الأوسط بحيث ان هو يعمل لي مربع كامل، وبعدين نرجع برضو تاني نعمل فرق بين مربعين. وبكده نكون انتهينا من انواع التحليل المقرره علينا الترم ده. احنا كان مطلوب مننا ازاي نحلل مقدار ثلاثي او مربع او مقدار ثلاثي على صوره مربع كامل، فرق بين مربعين مجموع او فرق مكعبين، التحليل بالتقسيم والتحليل باكمال المربع، وده اللي احنا شفناه مع بعض النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.